هناك العديد من الإبداعات الرائعة من صنع البشر، ومع ذلك فهل للإنسان وإبداعاته أن يكون قادراً على صنع آلة تستطيع أن ترفع من على الأرض وتهبط بأمان؟ وهذا غير مضحك بالمرة، فقد رأينا طائرة إيرباص A390 وأيضاً طائرة بوينغ 747. ومعنا اليوم في هذا المقطع 10 طائرات كبيرة بشكل غير طبيعي موجودة بالفعل. طائرة إيرباص A390 تحلق في السماء. لا ينبغي أن يكون البشر غير المعقولين قادرين على فعل ذلك، ولكن بفضل اختراع تكنولوجيا الطائرات هذا ما جعلنا نتساوى مع الطيور. في كل عام تتحسن الطائرات وتتحسن التكنولوجيا وتحسينها ونموها، مع ذلك يأتي مع ميزات جديدة لتحسينات السلامة والأمان والتغييرات في الهيكل، وهذا شيء يبدو طبيعيا. يتزايد حجم المعدات المستخدمة مع تطور التكنولوجيا لإكمال المهمات اليومية التي تنقلنا إلى طائرة إيرباص A390، ولا تزال هذه العملاقة قيد التطوير، وبالتالي فإن الحقائق مشكوك بها إلى حد ما، ولكن يزعم أن هذه الطائرة قادرة على نقل عدد ضخم جدا من الركاب يقدر بألف راكب، وهي بذلك في الأساس ضاحية صغيرة في طائرة، وهذا مفهوم رائع نظرا لكون A390 كبيرة جدا، فإنها تتطلب مسافة كبيرة ومدى طيران ليس طويلا. في الواقع الحسابات الحالية تشير إلى أن هذه الطائرة تطير لمسافة تصل إلى 7500 ميل، على الرغم من أن بعض القيود من الناحية النظرية موجودة، فلا تزال قادرة على نقل الكثير من الأشخاص في وقت واحد، وهذا يوفر عددا أقل من الطائرات في الجو في نفس الوقت، ويزيد من كفاءة الحركة في عالم يستمر فيه الازدهار السكاني، ومع الوقت دائما نحن في حاجة إلى حلول أكبر ومبتكرة. قبل أن نواصل هذا المقطع، اضغط على زر الإعجاب واشترك معنا بالقناة لمشاهدة المزيد من المقاطع. بوينغ 747-8. بوينغ 747 ستجدها في الطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة. إنها الطائرة التي لها العوائد عالية القيمة، وهي من صنع طائرات بوينغ التجارية في الولايات المتحدة، بسمعة طيبة في الأكثر ربحية باستمرار على المستوى التجاري للشركات المستثمرة مع تقليل الإنفاق الاستهلاكي المفرط. إذا استمر هذا يمكننا أن نطلق على أنفسنا فيما بعد بقطيع الطيور لوجود الكثير من الناس باستمرار في السماء. تعد طائرة بوينغ 747 أكبر طائرة ركاب رائدة، وهي من سلسلة طائرات 747، وتمكنت الشركات من الاستفادة منها ومن التقنيات الناجحة للغاية بها. سيكون لدينا جميعا تقنياتها الخاصة، وستكون كسفن الفضاء الشخصية والمثيرة للاهتمام، وتختلف عن A930، حيث بوينغ 747 ليست نموذجا أوليا، فقد تم تصميمها كطائرة كبيرة ذات جسم عريض لمسافات طويلة وللشحن، ويمكن للطائرة أن تتسع ل400 شخص، وهذا شحن ممتاز. المشغلون والركاب يبحثون عن فرصة فريدة لتخطي أقصى قدر من الربح على أي طريق به حركة مرورية كثيفة، فهذه هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك، والكثيرون يفضلون هذه الطائرة بسبب درجات الأمان والتكلفة المرتبطة بالتحليق. هذه الطائرات الضخمة هي التي تجذب وتوفر التكاليف للعملاء وهواة الطائرات على حد سواء. ما رأيك في طائرة بوينغ هذه؟ العملاقة أنتونوف 225 مارية. هذه الطائرة العملاقة لها جسم عريض يتم التحكم فيها بواسطة 6 محركات توربينية، وهي أطول وأكبر طائرة تم بناؤها على الإطلاق. إنها الأفضل للأشخاص الذين يسافرون بشكل يومي في حياتهم، وبشكل أساسي يتنقلون مع الكثير من الأشياء، وفي رحلة واحدة يمكن لأن يبلغ وزن أقلاعها الأقصى 640 طناً. يمكن أن تجلب جميع أصدقائك وعائلتك مع أي شيء تريد لتكون على تلك المركبة الفضائية السوفيتية، فهي لا تزال أكبر طائرة في العالم بعد 27 عاما من دخولها الخدمة الجوية. إنها الطائرة المعروفة شعبيا باسم ماريا في جميع أنحاء العالم، ولكن ربما من غير المعروف عنها أنه يبلغ طولها 84 مترا وله 88 مترا لجناحيها، وتزن 185 طنا باستثناء الشحن والوقود. في الحقيقة إنها أطول طائرة عاملة في العالم، لديها قسم للشحنات ضخم للغاية ويمكن أن تتسع ل50 سيارة، لذلك عندما تحضر أصدقائك
يمكنك إحضار منازلكم أيضا. هذه واحدة من الطائرات التي ستشيبك بالدهشة بكل تأكيد. ذاس بروس جوس: كلما أصبحت الإنسانية على المحك فإن الذكاء يتولد حقا. يبدو أن هذا كان الحال مع سيئة السمعة ذاس بروس جوس، حيث إنها فكرة غامضة ومفجعة حقا. كان من الممكن فقط الدفع بها في وقت الأزمات الشديدة بسبب قيود الحرب على المعادن. لذلك عندما أقلعت هذه الطائرة المجنونة في الواقع أدت إلى اندهاش الجميع، حيث تم تصنيع الطائرة بالكامل من الخشب. عليك أن تتساءل كيف سيشعر الأخوان رايت حيال ذلك. تذكرنا بالأيام التي تم فيها بناء النماذج الأولية للطائرة باستخدام مواد مماثلة. للأسف هذه الطائرة كان عمرها الافتراضي قصير المدى، لكن في الاختبارات الأولية كانت مصنوعة ليس فقط للركض على اليابسة لكن أيضا للسير على الماء. كانت رحلتها الأولى ناجحة للغاية. بعض النقاد قالوا إن الإطار الخشبية غير كاف لدعم وزن الطائرة أثناء الرحلات الطويلة. في الواقع أتساءل عما إذا كان هذا سيفيد التكنولوجيا الناشئة لاستخدام الخشب المعالج والصلب. ربما يمكن أن تفسح هذه الطائرة الطريق لعلماء العصر الحديث. ناكل بي 36 صانعة السلام: بدت وكأنها دبور عملاق يتردد صداه ويبحث عن فريسة جديدة. صانعة السلام بي 36، إنها أكبر مقاتلة في التاريخ. يقال إن نجمة أمريكا بي 36 صانعة السلام هي قاذفة استراتيجية صنعتها شركة كونفير بي 36. تحدد النطاق ومعايير الحمولات بالنسبة لقاذفات الولايات المتحدة العابرة للقارات. كانت الطائرة بي 36 بطيئة، وأثناء وجودها في الجو لم تتمكن من التزود بالوقود، لكنها قامت برحلة مهمة لهدف ما على بعد 500 كيلومتر وتمكنت من ذلك. كما بقيت في الهواء لمدة 40 ساعة، بالإضافة إلى أن بي 36 من المفترض أنها قادرة على الطيران إلى ارتفاع مذهل يحوم من مكبس يعمل بالطاقة. أصبحت رائعة بسبب مساحة الأجنحة الضخمة وستة محركات من 28 أسطوانة، لذلك أصبحت قادرة على البقاء خارج نطاق العدو الآخر من الطائرات والمدافع الأرضية المضادة للطائرات. اليوم تخيل ما إذا كانت بي 36 قادرة على الذهاب في مهمات صنع السلام. هل تعتقد أنه بالنظر إلى قدرتها على التحمل في الطيران من الممكن أن تكون طائرة مدنية؟ بالتأكيد هذه فكرة تستحق التفكير. بي 52 ستراتو طائرة للقذف بعيد المدى للقوات الجوية، وهي ذات مدى طيران طويل وحمولات كبيرة. تخيل تعرضك للهجوم من قبل بي 52 في يوم ما، لا يبدو الأمر مربحا للغاية. وتعرف أيضا باسم ستراتو فورتريس، ربما بسبب أنها متينة للغاية لدرجة أنها بنيت لتكون حصنا في السماء للولايات المتحدة الأمريكية لتحمل الأسلحة النووية والتقليدية الاستراتيجية. تطير بي 52 وتبدو كأنها غواصة عملاقة ذات حمولات كبيرة للغاية، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف يمكن أن يصدر ضوضاء الغواصات؟ يا لها من عملاقة حقا. في كل عام نحتفل فيها بأعياد الميلاد تلك الطائرة تحتفل، حيث احتفلت تلك الطائرة بمرور 50 عاما على إطلاقها. في إبريل 2002 احتفلت أثناء رحلة الذكرى السنوية كأطول خدمة في العالم. تم بناء حوالي 744 طائرة مقاتلة، وتشير التقديرات إلى أن عمر هذه الطائرة سوف يصل إلى عام 2030، مما يعني أنها ستتواجد لفترة طويلة للغاية. ويجب النظر في مدى سرعة تطور التكنولوجيا، لأن هذا إنجاز هندسي كبير يجب تطويره. سي 5 جالاكسي: عندما تحتاج إلى الانتقال من مكان إلى آخر وتحتاج إلى أخذ كل شيء، ما أفضل طريقة للقيام بذلك؟ ربما الطريقة الرائعة هي استخدام أكبر وسائل النقل العسكرية في ترسانة الولايات المتحدة. آلات الطيران العملاقة هذه ناقلات كبيرة للغاية، ليس فقط للأغراض العسكرية ولكن للأغراض اللوجستية أيضا. في ابتكارات النقل بقدر ما يمكنك القيام به، يجب الحرص على موازنة الأمور دائما، حيث كلما تمكنت من تخزين المزيد للسفر لفترة أطول يؤدي ذلك إلى ضعف الكفاءة، فيجب حساب الوقت والوقود والمواد. هذه هي الطريقة التي يصبح المستقبل عليها مستداما من خلال الابتكار وتلك الاختراقات التكنولوجية.
يجب تحسين أنظمة C5 جالاكسي لأنها مثال مبدع على المستقبل، وقد طور الجانب العسكري الكثير من الأشياء لتكرار الطائرة التي يمكن أن تحمل خزاناً بسعة 50 طناً، وهذا يستحق الاحتفال بعقوده الخمسة. من المدهش أن ترى هذه العملاقة تحلق في السماء لتكون قادرة على حجب الشمس في اللحظة المناسبة. أنتونوف 124. التطوير الأول لأنتونوف 124 بدأ منذ وقت طويل جداً. هذه القطعة الرائعة من الآلات مصممة للتسليم والتهوية للبضائع الثقيلة والسائبة بما في ذلك معدات القوات المسلحة، وتعتبر واحدة من أعظم الناقلات من أي وقت مضى. أنتونوف 124 حقاً تحفة تكنولوجية، ويمكن أن تصل حمولتها إلى حوالي 31 طناً. في جميع أنحاء العالم لا يمكن لأي شركة نقل أخرى أن تحمل المزيد من الوزن في الهواء أكثر من هذه العملاقة. اليوم في جميع أنحاء العالم تعتبر طائرة أنتونوف 124 العمود الفقري للنقل الجوي الدولي. في كل مرة تهبط فيها طائرة الشحن هذه يلزم إجراء تفتيش مكثف لتكون في أفضل حالة دائما، وبعد حوالي 4000 كيلومتر يلزم إجراء إصلاح شامل للمحافظة عليها وعلى المعدات القياسية. وهنا يمكن أن تكون ضارة من الناحية المادية، لكنها قد تكون مميتة بسبب تجاهل التفاصيل الصغيرة، وأيضا يتم عمل فحص شامل كل عامين. وبفضل هذه التعليمات الصارمة يمكن أن تطير أنتونوف 12 بشكل دائم وستبقى لفترة طويلة. توباليف 2160. إنها الطائرة الاستراتيجية الأسرع من الصوت، قاذفة قنابل وحاملة صواريخ استراتيجية، تفوق في سرعتها الصوت. تصنعها شركة توبوليف موسكو المساهمة، والتي تستثمر في هذا النوع من المشروعات الديناميكية الهوائية. الطائرة يمكن أن تعمل 24 ساعة في اليوم، ويمكن أن تعمل في مختلف المناطق الجغرافية لخطوط العرض. مدى السفر الجوي هو 12300 كيلومتر. في النماذج الأولية كانت تطير عبر الحدود الروسية بين القطب الشمالي والمحيط الهادئ، وهبطت في النهاية على نهر الفولغا. قدرتها رائعة بشكل كبير بفضل جناحيها وسرعتها التي تفوق سرعة الصوت، وتحت سرعة الصوت لضمان أداء طيران ديناميكي ممتاز بالكامل. يمكن أن تصل سرعة هذه المدهشة إلى 70 مترا في الثانية، هذا كثير جدا. إذا سألتني ما نوع الآلة التي نسمح لها بالتحليق فوق رؤوسنا أثناء الحرب، الحد الأقصى لسرعة القاذفة هي 2220 كيلومترا في الساعة. تزن الطائرة حوالي 10100 ألف كيلوغرام، ويبلغ وزنها الإجمالي 275 كيلوغراما. هذا مخيف حقا إن طارت فوق رؤوسنا. إيرباص A380. إيرباص A380 إنها الكلاسيكية الحديثة مع أكثر من 500 ألف رحلة جوية مربحة، مع أكثر من 190 ألف مسافر تحت أجنحتها. هذه الطائرة هي أكبر وأحدث طائرة في العالم، وتسمح للركاب بالراحة على المقاعد العريضة في جو مريح ما لم يكن هناك اضطراب شديد. من فئة الدرجة الأولى إلى الدرجة الاقتصادية بهذا الحجم الهائل، حيث تجلب عملاقة الرحلات الفاخرة مستوى جديد من الراحة للركاب، حيث تمنح الضيوف راحة إضافية إلا إذا كان الشخص بجانبك مريضا. بالطبع هذه المقاعد المريحة في السماء يستمتع بها المسافرون في كل جزء من رحلتهم، كما أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات للوصول إلى الوجهة بفضل تقنية النقل الجوي المبتكرة. تحتوي على محطات شحن أمامية وخلفية، وعلى آليات شحن شبه أوتوماتيكية، والتي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض. تتضاعف الحركة الجوية كل 15 عاماً، لذلك نحن بحاجة إلى طائرات ناشئة مثل هذه لتلبية تلك الحاجة. وبالفعل تم تصميمها لتلبية احتياجات الركاب والمطارات، مع توفير الكفاءة اللازمة للحماية من الطقس سواء أعجبك ذلك أو لا. هذا كل ما لدينا، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. أخبرونا في التعليقات أي طائرة من تلك الطائرات قد نالت إعجابكم وإثارتكم أكثر، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا.